أخبار اليوم. شروط منح البراءة. إمتى الطلب يحصل على براءة؟ يعني إيه براءة الأول؟ براءة يعني أنت بتدي حق امتياز لمخترع حصري إنه يستخدم هذه الفكرة ويطبقها صناعيا ومفيش أي حد تاني يقدر يستخدمها لمدة لا تقل عن 20 سنة. كأنك بتسجل لواحد في الشهر العقاري عقد ملكية لحاجة. طب الحاجة دي لو كانت مسجلة قبل كده يبقى أنت شغلك مظبوط. طب الحاجة دي لو ما كانتش قائمة على أساس علم سليم يبقى أنت شغلك مظبوط. طب الحاجة دي لو كانت مسجلة في مكاتب أخرى أو تكنولوجيا موجودة في الأسواق. إذن شروط منح البراءة أن يكون فكرة جديدة غير بديهية، يعني في حاجات معروفة، إن أنت لما تسخن المية وتغليها البخار ده لما تكثفه هيبقى مية حلوة، فده ما تقوليش أنا عملت تكنولوجيا تحلية مية، دي بديهيات. واخد بال حضرتك إزاي؟ فإذا تكون فكرة جديدة ومبتكرة، ما هيش فكرة بديهية، وطبعا غير مسجلة في أي مكان آخر من العالم، مش في مصر بس، وتكون تطبيقية ولها مردود اقتصادي وقائمة على أساس علم سليم. دي الشروط أيا كان المتقدم. احنا عندنا كمشكلة ان احنا بنعجب بأفكار كويسة او حاجات بنشوفها شكلها حلو. ما انا عملت جهاز بيحل مية البحر اهوت، ما انا جبت لمبة ووصلتها بتنور اهوت من خلايا وقود حيوي او من طاقة شمسية او دي يا جماعة في مجال تشجيع، انك تشجع ابنك او تلميذ عندك في الفصل انه يفكر تفكير علمي سليم.